الأهلي يطلق الزمالك بالتلاتة. راح أمد مسمار في خط النص. حسين عاشور حتى وهو بيصلي بيدعي للأهلي، ده إيه ده؟ زمالك مدرسة فن ومش عارف إيه هندسة، إحنا الأهلي حاجين. ماتش الأهلي بالنسبة لي من 59 اللحظة اللي بكلمك فيها دي بيبقى قبليها بيوم، يوم الوقفة ويوم الماتش يوم عيد عندي. كان ليا طقوس، أجاب الراديو وأسمع وأحاول أجيب الموجة بتاعت إذاعة الشباب والرياضة عشان أسمع. 3-3 ده أنت قصدك بقى عليه 4-3 نهائي كاس. كنت بروح تدريبات الأهلي يوم الأربعاء في استاد التتش علشان اللي بيجوا يتفرجوا عندنا في التلفزيون بيسألوني مين اللي هينزل، قول لنا التشكيل. أول ماتش اتفرجت على الأهلي طبعا فاكره، السايس وريعه وعلو مطر كانوا ثلاثة في الأجمال لسه نازلين، والمسا كتب تاني يوم الأهلي يطلق الزمالك بالثلاثة، غلبناهم 3-0. في ماتش تاني محفور في ذهني، ماتش الكاس بتاع 4-3 احنا ضد الزمالك، فكل شويه ايه الزمالك يدخل جول. قلت له يا جمال والله العظيم ما هنكسب، شكلنا مش هنكسب، ده كل شويه يدخلوا جول. قال لي وربنا هنكسب. قلت له يا عم ده متقدمين وكل شويه هم يدخلوا جول. قال لي هنكسب، بقول لك هنكسب. اتلفت كده شويه والاهلي جون ورا جون جون ورا جون. انا من كتر ما جاني ان انا ما كنتش متوقع اللي حدث فجاني شيء من الذهول، كنت فاقد الوعي تماما. احنا كنا اقصى حاجه نقولها شيلوا الريف شيلوا الريف شيلوا الريف، يعني طلعوا الحكم بره شيلوه. زمالك مدرسه فن ومش عارف ايه هندسه، احنا الاهلي حديد. اهلي 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 أهلي أهلي أهلي، لأن إحنا ما كناش يعني بنتعصب بقلة أدب، لا لا، الأدب في إطار الأدب. بطولات الأهلي في إفريقيا دي أهم حاجة بالنسبة لنا. أنا اللي يقلقني ويعتمل في ذهني حازم إمام، طلوعه وبتاع وبيطلع من أي حد ده بيقلقني. أنا بكلمك على اللي بيقلقني. اللي أثر عندهم طبعا ما ننكرش، أصل نبقى جاحدين، طارق حامد. طارق حامد ده مسمار في خط النص، ده يأثر. طارق حامد لو مش موجود احنا نلعب بيهم زي ما احنا عايزين. عندنا احنا اللي يأثر تواجده واهميته محمد الشناوي، في اعظم من محمد الشناوي؟